الاهلي معايا خبر من البوابه، الاهلي يسابق الزمن لحسم قائمه الموسم الجديد. الخبر طبعا فيه كلام كتير جدا، ولكن خليني اسالك بحسب الخبر، رايك ايه في جيرالدو؟ لو رحل هيكون قرار متسرع ام انه شايف انه حصل على الفرصه الكافيه ليه مع النادي الاهلي؟ لا، لو هنجيب لعيب، لو الاهلي هيجيب لعيب بمستوى عالي، لعيب اجنبي بمستوى عالي، لا على حساب جيرالدو عادي. جيرالدو ما قدمش يعني المستوى المبهر للعيب اجنبي، المستوى المبهر للعيب اجنبي. خد فرصته؟ خد فرصه كتير، خد فرص كتير يعني من ساعه ما جه. اصل اي لعيب اجنبي ياخد فرصته، مفيش لعيب اجنبي هتجيبه برقم او حتى لو مش برقم، لعيب اجنبي وتحجز له مكان في القائمه مش هيشارك. لا شارك، بس عمل ايه؟ انا شايف ان المردود بتاعه ما كانش مقنع. لا ما كانش مقنع بنسبه كبيره يعني. ممكن لعيب عادي، لعيب يعني بيأدي ادوار بيعملها لعيبه مصريين كتير، مش اللي جايبه يعمل لي الفارق. فعشان كده جيرالدو لو الاهلي مثلا قدر في الساعات الجايه دول، هو ده صعب، بس لو قدر ان هو يجيب لعيب اجنبي جديد تمام. هو دلوقتي وضعه مستتب يعني، خلاص بعد الموافقه على اعتبار لعيب من شمال افريقيا لعيب محلي، فالاهلي كده عدد اللعيبه الاجانب عنده مظبوط 5 لعيبه. لو في الاهلي قدر يجيب لعيب تاني، لعيب اجنبي جديد، مهاجم اجنبي جديد، هيبقى على حساب جيرالدو ويطلع اعار. هو انت ايه رايك اصلا في القرار ده؟ ده غلط. انا مش مع، انا مع تقليص عدد. يعني انت لما يبقى عندك لعيبه شمال افريقيا لعيبه محليين، بيبقى معاك خمس اجانب كتير. طيب هو اللعيبه المصريين فين؟ صح مظبوط. هو فين المنتخب؟ صح مظبوط فعلا. يعني اصل الموضوع لا أنا ده، انا مش مع القرار ده نهائي، انا مش مع القرار. بس الانديه للاسف، هي اللي بتحكم، الانديه للاسف هي اللي مسيطره. للانديه للاسف، الانديه الكبيره. لا لا لا، ما هو انا كراس منظومه لازم ابقى عارف الدنيا رايحه فين. انا بقول لك الوضع الحالي. الوضع الحالي الانديه هي اللي بتحكم. الاهلي عايز يزود عدد اللعيبه الاجانب بيزود، الزمالك عايز يقلل عدد اللعيبه بيقلل. يعني اقصد ايه، الانديه هي اللي بتحكم للاسف. ده ما ينفعش، مش حاسمه كده. اللعيبه الاجنبي 2 خلاص، بس هم 2 اجانب. جيبهم بقى. عايز اقول لك على حاجه، بصي كده هتلاقي 2 هم اللي بيلعبوا. من اللي انت بتجيبه كله. الاهلي بيلعب مين من الاجانب؟ علي معلول، وليد ازار. بيلعب مين تاني؟ علي معلول. وجيرالدو اجاي. لا على الدك على فترات. واليو ديانج لو لاصرت مكمل مش هيلعب. مش هيلعب اساسا. ليه؟ مش مقتنع بيه. هو لحق؟ هو مش مقتنع بيه. هو اساسا لما شاف الفيديوهات بتاعته ما كانش مقتنع بيه، كان ما كانش عايزه، يجيبه. شوفي على فكره كل ده في باقي الانديه. الزمالك بيلعب مين؟ بيلعب فرجاني ساسي الاساسي. ونقاز ساعات وساعات. حميد حداد على فترات. ما بيلعبش خالص. خالد بطيب. ما فيش بالظبط. بيلعب مين؟ بصي بقى كل الانديه مين، كام واحد اجنبي معلم في الانديه؟ هم اتنين اجانب، مفيش حاجه اسمها 5 و6 و7. طب ما تخلي الفرقه كلها اجانب بقى خلاص. لا ما هو انت، او انت عندك دوري محترفين؟ هو انت بتعمل كده ليه؟ هو انت عندك دوري محترفين؟ طيب قول لي المراكز اللي النادي الاهلي محتاج ان هو يدعمها في الوقت القليل المتبقي لبدايه سيزون جديد. مساك، الاهلي محتاج مساك على وجه السرعه. يعني مساك خلاص، محمد متولي جه فخلاص الاهلي ما عندوش مشكله. يعني الاهلي كده ما عندوش مشكله قويه، ممكن يجيب مساك تاني جنبه، بس هو خلاص يعني دلوقتي اعتقد ان هو هيتم الاكتفاء بمحمود متولي. ممكن فرويد كمان لو، بس هيبقى صعب، الوقت ضيق خلاص، القايمه كلها يومين القايمه طالعه، فهيبقى صعب. يمكن ممكن بقى طبعا الاهلي داخل في محمد مجدي قفشه طبعا بقوه، ممكن برده الصفقه تخلص. تفتكر قفشه في الاهلي ولا في الزمالك؟ الاهلي في الزمالك، في الزمالك نهائي على مسؤوليتي. مفيش قفشه في الزمالك نهائي. هي رغبه قفشه ان هو يروح الاهلي؟ لا لا، بلغهم كده رسمي، قال لهم يا اهلي هفضل في بلد، مش هيمشي. بلغهم رسمي بكده، بلغ بيراميدز بكده رسمي برغبه مكتوبه. ففي الزمالك نهائي، يعني انا باكدهولك ان قفشه لو ما راحش الاهلي هيفضل في بيراميدز، بس هو هيروح الاهلي.